مايكروسوفت أطلقت لوميا 640 و 640 XL. أحد هذين الجهازين يأتي ب 5 إنش والآخر 5.7 إنش، وهما يأتيان ضمن فئة الأجهزة متوسطة السعر. سعر الجهاز الصغير هو 140 يورو، أما الجهاز الكبير فتقريبا 190 يورو لنسخة 3G، أما الجيل الرابع فتكون أعلى من السابقة. في هذا الجهاز الكاميرا الأمامية هي 1 ميجا بكسل، وفي الخلف هي 8 ميجا بكسل. أما بالنسبة للجهاز الكبير فهي 5 ميجا بكسل في الأمام و13 ميجا بكسل في الخلف. كلا الجهازين يمكن تزويدهما بشريحتي اتصال أو شريحة واحدة حسب الاستعمال، وهما مزودان بنظام تشغيل ويندوز 8.1. وتعرض مايكروسوفت أيضا فرصة الحصول على أوفيس 365 لمدة سنة مع مساحة تخزين على الوان درايف. الذاكرة الأساسية التي تأتي مع الجهاز هي 8 جيجا بايت، والذاكرة العشوائية هي 1 جيجا بايت، ويمكن إضافة شريحة مايكرو اس دي ليصل تخزين الجهاز إلى 30 جيجا بايت. وهذا شيء تك. كان معكم سلطان بتاوي، العربية، دبي. هذا البرنامج برعاية زين.